الهدوء العربي محتاج لكل لاعب في هذه المباراة. نفس الشيء للصيبخات، تسديدة أسامة وهدف أسامة الجزيري، والهدف الثاني، الهدف الثاني للعربي. 3-2، ثلاثة الصيبخات، 2 العربي. خطأ على توم، هجمة سريعة أسامة، وتعادل العربي. تعادل للعربي عن طريق اللاعب أسامة الجزيري. أيضا صافر من معالي العنزي الحكم الدولي، أحد الطواقم التحكيمية النساء. أبي شراسة دفاعية أمام العربي حتى يقتنص نقطتي هذه المباراة. الكرة مع أسامة الجزيري، أسامة وهدف التونسي، هدف للعربي. سنتر سريع، توب تسديدة، ولكن الفرحان أحمد الفرحان يتصدى وترجع، هجمة سريعة سعود ضويحي، الكرة مع العربي، هل يوسع الفارق، يمرر إلى غضنفر، والعربي يتقدم بفارق هدفين. هذه الإعادة ربي. أيضا عبد الله الصفار من الحراس اللي نستمتع واللي أحب أراهم داخل أرضية المباراة. ضويحي، جزيري، تسديدة، هدف. لا، العربي اليوم غير. العربي في 16 دقيقة الانفعال بهذه المباراة. عبد الله مصطفى إلى سعود ضويحي، إلى جزيري، أسامة تسديدة، ورمية جزاء لصالح العربي عن طريق هذا اللاعب أسامة الجزيري. و مخرجنا بعد هذه الهجمة حطيها مرة ثانية. يانكو الكرة مع يانكو وخطأ، هدف ثانية. يانكو إلى تمرير، تنقطع الكرة، أسامة الجزيري وهدف للعربي للصيبخات. علامة استفهام في أول 22 دقيقة. هدف للجزيرة بالانفع. الحرباوي مستانس، اللي خلف الشاشة مستانس، اللي تابع المباراة وعشاق العرباوية وعشاق الكيان العرباوي مستانس في هذه النتيجة. عربي بتركيز عالي 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 جدا. الكرة مع العربي، ضويحي، أسامة يسدد، وهدف أسامة، وهدف هدف. عملية التقاطع والتسديد والارتقاء والتسديد من بين أرجل الحارس عبد الله. يا سلام، تسديد قوي. الشوط الثاني، مهدي القلاف، مهدي إلى توم راح يسدد أو يمرر، صافرة وخطأ. رمية 9 متر، راح يمرر ويسدد. ما في حل آخر. يسدد، قلنا نعم، تسديده، وحاط صد من الفريق العربي للهدف الـ13. بالنقص العددي للصيبخات يخلص الفارق إلى 3 أهداف من 5 أهداف. أسامة الجزيري إلى غضنفر، وهدف محمد علي غضنفر لاعب الدار. اليوم العربي، الجميل بالعربي إنه قاعد معه للصيبخات. توم يمرر أو يسدد، ولكن دفاع قوي من العربي. زعيم المنطقة الشرقية علي أبو حسن، علي سعيد مرار، نحييك يا أبو حسن، ونحيي أيضا أفراد وانيتك. وهدف لأسامة الجزيري، هدف. نحيي كل أحمد الفرحان. هذا تسلم إيدك يا أبو فيصل، تسلم إيدك يا أحمد الفرحان، مشكور يا مخرجنا. جماد وهدف أحمد. مهدي القلاف إلى يانكو مرة ثانية. دفاع وشراسة. الكرة مع العربي، خلاص. ضويحي، أسامة الجزيري راح يسدد أو يمرر لضويحي، وهدف. خلصت. مبروك العربي. أحمد الفرحان نجم المباراة. أحمد الفرحان متعنا ودلعنا وامتعنا. جماز وهدف بكل أريحية.